موقف تتخذه في نقاش تكتشف أنك مخطئ فيه. اعتذار. آلة يعزف بها بوضع الوقوف عادة. كمان صفة لتمن غير مطبوخ جيدا. صفة لتمن غير مطبوخ جيدا. باس. عبارة متداولة تبدأ بكلمة نقطة. باس. مكان في العراق فيه طيور كثيرة. باس. صفة لتمن غير مطبوخ جيدا. ني ني. عبارة متداولة تبدأ بكلمة نقطة. عبارة متداولة تبدأ بكلمة نقطة. نقطة تفتيش، نقطة سطر، نقطة ضعف، نقطة قوة. مكان في العراق فيه طيور كثيرة. الأهوار قالها. ممكن الأنهار. نهر دجلة. ممكن حديقة الحيوانات. تمام. ممكن حتى في 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 غابة، في في يعني هواية. حتى في البيوت أكو طيور كثيرة، ناس تربي طيور. خلينا نشوف النقاط. مية وعشرة نقطة. كثيرة يعني؟ لا والله مو كثيرة. أكو ناس جابوا. لا يعني كثيرة حسب الإجابات اللي جاوبوا. إيه خلينا نشوف خلينا نشوف. السؤال الأول كان موقف تتخذه في نقاش تكتشف أنك مخطئ فيه، قال السكوت. 32 نقطة. أنت قلتي أعتذر وأعتذر. جميل، 30 نقطة صح. السؤال الثاني، آلة يعزف بها بوضع الوقوف عادة، الأورج، واقف صح، 25 نقطة. أنت قلتي الكمان، والكمان زين 15 نقطة، وإلا هو يعني بين يعني هواي معظم الكمانجية هم جالسين، بس أكو أيضا يعزفون وهم واقفين خاصة الصولو. السؤال الثالث، صفة لتمن غير مطبوخ جيدا، قال الرز ما افتهمه وهو يطبخ. صفر. انت قلتي ني، والني ايضا 8 لانه ما مطبوخ جيدا، مو غير مطبوخ كليا، هذا الني ما مطبوخ كليا، غير مطبوخ جيدا. يعني شنو؟ المعجن. المعجن مطبوخ زايد. اي غير مطبوخ جيدا. لا اكو فرق بين جيد وبين شايط. اكو بعد تسميات، محبب يعني ما مطبوخ، اني بعده. اوكي 8 زين. طش هذا انت الصفر. السؤال الرابع، عباره متداوله بكلمه تبدا بكلمه نقطه، ما جاوب عليها وسيم. انت همينه ما جاوبت، لأنه النقطة تاعت عليك، والنقطة نقطة قوة، نقطة ضعف، نقطة راس سطير، نقطة سيطرة، نقطة في بحر. سهل، أسئلة سهلة يعني، أي شيء يجي ببالك ممكن صح. السؤال الخامس والأخير، مكان في العراق فيه طيور كثيرة، قال الأهوار على طول، 33 نقطة. أنت ما جاوبتي، وطبعا كثيرة مثل ما قلنا، الجبال، الغابة، الأنهار، حديقة حيوانات. 143.